سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بألف صحة وعافية، ومرحبا بكم في شيوة جديدة من قناة انتصار أم ريم. فيديو اليوم غادي نقترح عليكم فيه تشورو أو خرينجو بمقادير اللي هي بسيطة وطريقة سهلة ومبسطة. كنحصلوا على واحد خرينجو اللي كيجي رائع، مقرمش ولذيذ. كنتمنى باش ينال الإعجاب ديالكم. نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق يكون مغربل، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السكر الخشن او السنيده، معلقه كبيره ديال الزبده، بيضه وحده، 300 ملي ديال الماء، ما يعادل كاس ونص ديال العنبه، ساشي ديال الفاني من وزن 7 غرام، وقبيصه ديال الملح. هادو هما المقادير اللي عندنا. دابا غادي ندوزو الطريقه. الطريقه اللي هي سهله، غادي ناخذ واحد الكاسرونه اللي كتكون كبيره شويه، غادي ندير فيها الماء، غنضيف عليه الملحه والفاني السكر والزبده، صافي. وغادي نحطهم على نار اللي كتكون متوسطه حتى تذوب ليا الزبده والسكر، وعاد باش غادي نضيفوا عليهم الدقيق، ومن بعد غنضيفوا البيضه. صافي، من بعد ما دابت ليا الزبده وداب حتى السكر، غادي نضيف دابا الدقيق، غادي نبدا نضيف فيه وانا كنخلط باش ما يديرش ليا واحد الكويرات. صافي، غادي نحاول نخلطه كامل. كنخلطوه بالزربه، كنحاول نخلطوه بالزربه، نجمعوه. صافي، من بعد ما خلطتو وتجمع ليا، غادي نحيدو دابا فوق النار. من بعد ما زولتو فوق النار كيف كتشوفوا، غادي نضيف عليه دابا هاد الحبه تاع البيض. غادي نخدم بالمعلقه احسن، لان اكسباتي جاتني شويه ما كتخدمش ليا هنا بزاف. صافي، غادي نخبي البيضه وغادي نحرك بالزربه، غنحاول نمزج البيضه مع هاد العجينه هادي بالزربه لانها سخونه باش ما طيبش لينا البيض. صافي، وغادي نبقى نخدم فيها بهذا الشكل حتى ندخل البيضه في العجينه كامله. صافي، من بعد ما جمعت العجينه فكنحصلوا على العجينه اللي كتكون بهذا الشكل هذا. غادي نخليها شويه غير تدفى، ما تبقاش هكا سخونه بزاف باش نقدر نخرجها من البوق. وغادي ناخذ واحد البوق وغادي نشكلوا به التشورو ديالنا. من بعد ما بردت ليا العجينه، ماشي بردت، غير دفات شويه، فانا البنات كنت غادي ندوزها بهذا البوق هذا هو باش كنت غادي نخدمه. ولكن عندي هاد الاله اللي كنت غادي نجرب فيها دابا، عمرني ما خدمت بها الصراحه، اول مره. انا ديما ملي كنديرو كنخدمو بهذا، قلت غادي نجرب هذه، والصراحه صدقت لي زوينه وسهله، فغادي نخدم بها، هي اللي غادي نكمل بها دابا. انتما كتشوفوا كتخرج بواحد السهوله، لان انا هنا البلاطو درت فيه شويه الزيت، هذاك الشيء علاش كيزلق بهذه الطريقه. صافي، وكنحاولوا نقادوه بهذا الشكل هذا. انا هاد الاله هادي البنات فايت جربت بها الصابلي ديال وليدات الصغار، ولكن ما خدمتش ليا، حتى كنقصتني مزيان. صافي، وحيدتها، ودابا تفكرتها قلت نجرب بها هذا على الله، الساعه صدقات خدمت ليا مزيان. هانتوما كتخرجوا بواحد الطريقه اللي هي ساهله، يعني ما كتسمح حل ما والو.
المهم القياس على حسب اللينس، وما بغيتوش بغيتو صغيوار ولا كبير. انا هنا درت متوسط، صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله ديال العجينه، ونتلاقاو ان شاء الله باش ندوزو نطيبوه. كيف كتشوفوا راه كيجي فيه الشكل ديالو زوين، وضروري ما تدهنوا البلاطو او اللاطه اللي غادي تخدموا فيها غير باش العجينه ما تلصقش ليكم. انا غادي نخدم معكم واحد شويه في هذا، بالنسبه للبنات اللي بغاو يخدموا غير في هذا البوق هذا راه غنخدم واحد شويه. الطريقه اللي هي ساهله، كتبقاو غير تدفعوا هكا نتوما ندور عندكم. صافي الطريقه اللي ساهله، كتعمروا هذا البوق بالعجينه وكتخرجوا، ملي كيخرج كتسدوا ليه هذا الرويس هذا باش ما يتحش ليكم في الزيت. صافي انا الصراحه عجبتني هذه، جاتني سهل من هذا بزاف، فغادي نعمر هذه وغادي نعاود نكمل بها. وملي غادي نكمل الكميه كامله نتلاقى معكم باش ندوزو نطيبوه ان شاء الله. صافي من بعد ما كملت العجينه ديالتي كامله درت هذا الشكل، ودرت شويه من هذا الشكل الطويله البنات بحال هكايا، حتى هادو كيجيو زوينين في المنظر. صافي غادي ندوزو دابا باش نقليوهم، غادي ناخذ واحد المقله غادي ندير فيها كميه ديال الزيت ونخليها حتى تسخن مزيان. صافي وغنبدا نقلي في هذا الشورو ديالنا. دابا درت المقله درت فيها واحد الكميه ديال الزيت وخليتها حتى سخنات. صافي غادي ندوزو باش نقليو هاد خرينغو او الشورو. كنسخنو الزيت وكنعاودو نقصو من العافيه باش يجينا طيب من الداخل، ومقرمش من برا، ما يجيش من الداخل خضر ويجي معجن، ضروري ما نقصو عليه العافيه ونخليوه يطيب على خاطر. صافي هادو اللي حيت غادي نخليهم يتسقطرو، غادي نفرش ليهم الكاغط الخاص بالطبخ حتى يتشربوا لي الزيت كامل، وغادي نحط هاد الكميه اخرى حتى هما حتى يتقلاو ليا بنفس الطريقه. انا غادي نستمر حتى نكمل كلشي، وملي غادي نكمل ان شاء الله غادي نتلاقى معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. ومن بعد ما كملت خرينغو كامل في القريان وخليته حتى نشف ليا من الزيت، فانا زينته بالسكر الخشن او السنيده، وكيبقى تزيين اختياري، ممكن تقدمهم هكاك او تضيفوا ليهم السكر كيف درت انا. والصراحه كيجيو رائعين، كيجيو ولداد وبنان ومقرمشين. كنتمنى باش تجربوهم حتى نتوما لوليداتكم، واكيد غادي ينالوا الاعجاب ديالكم. والى عجبكم الفيديو ديالي كيف ديما ما تنسونيش من اللايكات والتعليقات، وتبارطاجيوه مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل اللي تعم الفائده. ونخليكم في امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.